الأتراك ما راح ينفض من الله، ما راح ينفض من الله. يا قادة الجيش الحر كونوا أحرار، يا أحرار كونوا أحرار، دم الشهداء غالي، ما بنباع بتنكة زيت لك يا عمي، ما بنباع بتنكة زيت، ولا بنباع بشجر الزيتون، ولا بنباع بشباك بيت لك، لك إحدى القرى خرب بيته وخزان مي ما خلوه، بدك غطاس تعبي مي للعالم ما خلوه، ها؟ ما خلوه. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، يلعن الرجل والديه، تتسبب في لعنهما، بتجيب لهم المسبة يعني، تتسبب في لعنهما بقلة دينك، بدناءة نفسك، لقاع اللي على الحاجز بدني نفسه ل 500 ليرة بده يشلحها ويشبحها، ها؟ دناءة النفس. لك قدمنا مليون شهيد ما مشان دناءة نفسكم يا اولاد الحلال، يا اولاد الاكابر، يا اولاد الاكابر. والله لو اهاليكم اكابر ما بتصيروا حراميه، ها؟ لاهله شبعينه ما بيجي بيدني نفسه لاموال الخلق هون بتعدى عليهم. ما تربى ابن العصر، ما ربوا اهله على اللصوصيه. لك ما خليت زيتوني ولا زيتي ولا لا تنك الزيت، ولك لا جوزي، ولك لا شجره خضراء، لك هلق الاحراش، لك الشجر والبشر، لك وحتى الحجر ما عم منفوت. وبيفكروا شو القصة يا أحباب؟ فكروا هالو مليون شهيد اللي ماتوا مثل هذول الحرامية، هاي العالم ما شافت شهدائنا، ما شافت هالشباب الحلوة اللي ماتت على الجبهات وباعت روحها لله. فكروا مثل هذا حرامي زيتون، مثل حرامي جوز. لا والله يا أحباب، لا والله. يا أيها العالم اشهد أن شبابنا ليسوا كهؤلاء اللصوص، ليسوا كهؤلاء القاذورات. شهداؤنا تاج على رؤوسنا، شهداؤنا ورود مجتمعاتنا، بذلوا الروح في سبيل الله، طلقوا الدنيا وعافوا الفتن. شهداؤنا لم يكونوا لصوصا، لم يكونوا قطاع طرق، لم يكونوا قطاع طرق اللي عامل لي فيها رب الضيعة والكراد عبيد اللي خلفه. هذا قاطع طريق حرامي ابو بارودة، اول شل ايدك يحرمك هالبارودة، وراح يجي ان شاء الله الله يسلط عليك من هو اقوى منك. اتقوا الله، لا تجيبوا النسب لاهاليكم. ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه، فكونوا ابواب رحمه لوالديكم، وعفوا انفسكم، تعففوا عن اموال الناس، كونوا مهاجرين بحق حتى تكون الناس لكم انصارا.